الشوط الاول المنتخب المصري عارف هو بيعمل ايه، عارف يحجب طرق اللعب بتاعه السنغال، عارف يوقف ساديو ماني. احنا لعبنا على الهجمه المرتده في بعض الاحيان، كنا ممكن نجيب جول من محمد صلاح، لكن ما حصلش نصيب. بس ان شاء الله الشوط الاضافيه نجيب فيها هدف. بالنسبه اليوم هي مقابله شيقه ما بين المنتخبين، وكنا كنعرفوا بان ليله امس كان الوفاه ديال طفلنا ريان. شنو تقدر تقولنا على الله يرحمه؟ فعلا احنا كنا طبعا مشان الواحد، يمكن اقول لك مصر كلها كانت بتتابع الموقف دوت. الله يرحمه، فعلا اثر فينا جدا، ونقدم التعازي طبعا لاهل الوفاه. اكيد حاجه تحزن بجد، يعني فعلا كنا حزنانين جدا، ومصر كلها حزنانه على الموضوع دوت. الله يرحمه، فعلا متاثرين جدا بالموضوع دوت. حتى النهارده كمان في مصر كلها مفيش فرحه في مصر بسبب طفل ريان. اليوم في المدرجات شفنا مشجع مصري حامل لافته فيها وداعا يا ريان. دي اقل شيء يقدمها الشعب المصري للشعب المغربي او للطفل ريان بصفه خاصه. طفل ريان مش هقول لك مأثر فينا جدا، يعني يمكن ده تعبير بسيط جدا على اللي ممكن يحس بيه الشعب المصري او اللي نقدمه للشعب المغربي. فالله يرحمه كان. شكرا لك. احنا بالدور ديالنا انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك طفلنا ريان، اثرتي فينا فعلا بزاف. فعلا بزاف، وكنتمنوا بالدور ديالنا الفوز ان شاء الله للمنتخب المصري الشقيق. يا رب ونقدمه لريان يا رب.